مساء الخير. النهاردة هنتكلم على surgical management of different type of fibroid اللي هو الاندوكافيتري او sub mucous fibroid. الحالة اللي احنا شايفينها عينة جاية ب history of implantation failure و associated ب منوراجيا. الدياجنوستيك هيستروسكوب اللي احنا بنعمله initially دون مبين ان فيها small sized fibroid يمكن 4-5 سنتي extending between the two tubal ostia at the upper one-third of the uterus attached للفندس. الأول الدياجنوستيك هيستروسكوب بيبقى يا إما ب 4 مليمتر هيستروسكوب أو 2.9 أو ريسنتلي 2.3 مليمتر هيستروسكوب. زي ما حضراتكم شايفين احنا شايفين التو تيوبال اوستيا والفايبرويد اكستندنج ان بتوين ذا تو اوستيا واتاتشد تو ذا انتيريور يوتراين وول. فانا لازم الاول في الدياجنوستيك هيستروسكوب اللي هو بيعقبه على طول الاوبرتيف هيستروسكوب، ما ينفعش اجيب العينه مره دياجنوستيك ومره ثانيه اوبرتيف، هو اتس سي اند تريت بروسيجر. خلاص انا شفت وشخصت هغير الدياجنوستيك شيث سواء 2.9 او 4 مليمتر واحط الاوبرتيف شيث. الحقيقه كل الاماكن الكويسه دلوقتي اللي بتستخدم اللي بتعمل مايوما ريسكشن ما بتستخدمش غير البايبولر ريسكتوسكوب لاسباب كثيره جدا، اهمها السيفتي بتاعت البيشنت ان احنا بنستخدم نورمال سلاين او لاكتيتد رينجر، في حين ان المونوبولر ريسكتوسكوب محتاج هيفي فلويد زي الجلايسين 2% وده ممكن يدخل في فوليوم اوفرلود وبالمري اديما وهارت فيلير وسنترال هايبوناتريميا. احنا هنا بنستخدم الحقيقه اللاكتيتد رينجر سوليوشن. بعد ما حطيت الريسكتوسكوب بعمل بالبيشن بالريسكتوسكوب احس كده المايوما واشوف الموبيليتي بتاعتها وبعد كده ابتدي الريسكشن. في الريسكشن زي ما حضراتكم هتشوفوا انا الاول بعمل تاكتايل بالبيشن من غير كارنتس ولا حاجه وبعد كده ابتدي اخد سمول بايتس في المايوما. الموضوع مش محتاج عافيه ولا ان انا اخد اكبر حاجه ممكنه، انا بلي الورلي ابييرنس بتاع المايوما. انا حاطط بلندد كارنت كاتكو اج على المينيمم افكتيف كارنت. انا عاده بشتغل بافكت 3 من 8 في معظم الحالات بتاعتي واحيانا 2 من 8 مش محتاج اكتر من كده، وده كفايه جدا البلند الكارنت ده ان يعني يعمل لي بروبر سيف ريسكشن وذ جود هيموستيزس. الحقيقه البايبولر اللي بيعمل اندر ووتر ريسكشن بايبولر اندر ووتر ريسكشن ده مش اي بايبولر، ده يعني فيو كومبانيز في العالم اللي عندها الفاسيليتي دي، والبايبولر ده تمنه لا يقل عن 300-400 ألف، ده اقل درجه منه. اللي انا شغال بيه ده يمكن تمنه معدي ال 800 ألف او 900 ألف، لكن اللي حضراتكم شايفينه اتس وورث ات، بيكات ويكواجيليت ان بريليانت مانر ويذ نو اولموست نو بليدنج، وبالتالي الفيلد قدامي كويس. في نفس الوقت انا مستخدم هيستروسكوب بامب تو بالانس ما بين الفلويد اللي داخل اليوترس والفلويد اللي خارج منه، كيبينج ذا بريشر اقل من الدايستوليك بريشر بتاع العينه عشان اقلل الفلويد ليكج انتو ذا سيركيليشن. حضراتكم لو شفتوا في اللقطه اللي فاتت ظهر ان في شويه ادينومايوزس وده ماشي مع الهايبر اسيجينيك ستيتس اللي يعني ذا سيم باث بشوف باين هنا قدامنا شويه ادينومايوز باينين هنا. البوش باكورد داون اللي انا عملته بس عشان اوسع لنفسي، لكن بيبقى لمسافه نص سنتي ولا سنتي وانا بعيد عن الفندس، مجرد بوسع لنفسي سبيس لكن ما هواش يعني الستاندرد في الريسكشن. الريسكشن انا باخد من فوق من اعلى نقطه وانا نازل ستروكس قليله وشورت من انا اخش ديب في المايومتر. ما بطلعش كل شويه وادخل علشان انضف الشرادز اللي اتشالت غير لما الكافيتي بتبتدي تبقى فيلد بالشرادز، لكن الدخول والخروج ده بيبوظ الفيلد، بيخلي يعني
انتوا زي ما حضراتكم شايفين الفيلد كلير وجميل، فمش بخرج واطلع، لان اول ما هطلع الاكستنشن ميديا هتخرج بره، ابتدي يحصل بليدنج والفيلد يروح مني، فمش هخرج غير لما الكافيتي تتملي بالشريدز وابقى مش عارف اشتغل. انا الكافيتي خلاص كل الكافيتي قدامي اتملت شريدز، مضطر غصب عني دلوقتي ان انا اطلع ادخل رينج فورسبس اشيل الشريدز بتاعت المايوما وارجع اخش تاني بسرعه. طبعا لما هخش الفيلد هيبقى اتغير، هيبقى في شويه بليدنج زي ما حضراتكم شايفين. لكن لو معايا يعني ادفانسد ريسكتوسكوب بامب او هيستروسكوب بامب، هترجع الصوره بسرعه زي ما كانت، هتوزن الدنيا وهتشيل البلاد شريدز وهتخليني ارجع للفيلد بحيث ان انا اكمل على طول. الهيستروسكوب محتاج يعني كوردينيشن ما بين الرؤيه والريسكشن، لانك انت الكاميرا مان وانت الاوبريتور ان ذا سيم تايم، مفيش حد معاك، محدش بيساعدك، انت سنجل هاندد فعلا، انت ماسك الكاميرا وبتعمل ريسكشن ان ذا سيم تايم. فمحتاج شويه نيوروماسكلر كوردينيشن وتعود علشان الواحد يقدر يظبط الشغل. الحاجه الثانيه، الواحد لازم يمشي بيت باي بيت علشان ما نعملش بورفريشن نلاقي نفسنا في البلادر او في الريكتم. هنا في سمول بليدر، لو الصوره كويسه زي ما حضراتكم شايفين والكاميرا يعني هاي اند كاميرا، تقدر حضرتك تشوف البلاد فاسل السبيرتر دون وتكوي. برضو ارجع تاني اقول موضوع الكوست في الهاي اند كاميرا، سواء كانت فول اتش دي او الترا اتش دي او 3 دي، الاسعار تبدا من 1.5 مليون. هل ده يساوي ان انا اشتريه؟ يعني المستشفى اللي بشتغل فيها او حضراتكم لو بتشتغلوا في مكان برايفت، لو في ورك لود كويس طبعا تستاهل. ليه؟ لان انا مش محتاج اكوي الانتيريور سيرفيس كله عشان اوقف البليدنج، انا شايف البليدر وبروح المسه بس بالكواجيليشن تيب بتاع الريسكتوسكوب، خلاص البليدنج بيقف immediately. فده فرق كبير جدا ان انا اقعد اعمل كوترايزيشن للانتيريور وول كله علشان انا مش شايف والصوره مش كلير، لكن لو انا شايف الماوث اوف ذا بليدر في ثانيه هوقفه. زي ما حضراتكم شايفين برضو ده هنا انذر بليدر، مجرد ان انا بس بلمسه و لو انبوت كرنسي، لو انبوت كرنسي في الحلقه دي يعني على افكت 2 او 3 خاص بالبليدنج ويقف immediately. فطبعا الكاميرا هي روح المناظير، تستاهل الانفستمنت للناس اللي عندها ورك لود كويس. ناس ما عندهاش ورك لود طبعا لا ما تشتريش حاجات اكسبنسيف. بعد كده ببص بقى هل فاضل اي حاجه، اي اجزاء من المايوما ما بقتش ريسكتد، عشان اخر ستاب ان انا هشيل الدبريز والشريدز اللي فاضله. ابص انتيريور بصير في هنا حته من الكبسول صغيره وحته صغيره، هروح اعمل لها ريسكشن على قد الحته دي بس، اخر حته في المايوما خلاص كده فصلت. ما اقعدش بقى اشد واكوي الانتيريور واللاترال وول وانا بقى بظبط ان لا انت هتدمر لها الدنيا، مش يعني ستة ممكن يجي لها اشهر مان بعد كده ويبقى very difficult ان هي to get pregnant و even ممكن تخش في hypomenorrhea أو amenorrhea. الـ antibiotic prophylaxis is very essential بعد أو أثناء الحالات دي، و avoidance للـ volume overload عن طريق ان انا to avoid الـ IV fluid أثناء ما انا شغال، ادي small dose diuretic، احط anticubital CVP واشتغل البروسيجر بسرعة، واستخدم بايبولر ريسكتوسكوب علشان استخدم نورمال سلاين او لاكتيتد رينجر سوليوشن علشان ما ادخلش العيانه في فوليوم اوفرلود. ودي حاجه خطيره جدا في الهيستروسكوب، الناس اللي بتسرح وتقعد تلاقي تستخدم 20 لتر في البروسيجر، تلاقي صدر العيانه بقى مبقلل ودخلت العيانه في بالمر اديما والحق والاي سي يو. لا لازم بروسيجر اللي احنا شايفينها دي فروم ستارت تو اند، العمليه كلها 10 مينتس ذاتس اول، من اول ما ابتدينا لغايه لما خلصنا ان اديت بروسيجر هي كلها 10 مينتس. طبعا اتس كرايم ان العيانه دي الواحد يشتغلها لاباراتومي، يعني دي ده جريمه، جريمه طبيه ان العيانه دي لازم تعمل ريسكتوسكوب بعد ساعتين هتبقى في بيتهم وتريزيوم اكتيفيتي تاني يوم. زي ما حضراتكم شايفين سمول بليدر سمول كوترايزيشن طالما شايف بدون ما دمر الاندوميتريال بتاع العيان. الهيستروسكوب آله جميله جدا، ويعني اللي بيعرف يستخدم الريسكتوسكوب از فيري لاكي، وان شاء الله اشوفكم في فيديوز ثانيه.